فبعد أن استمعنا إلى عرض السيد الوزير الأول عن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور وإلى تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الذي قدمه السيد مقرر اللجنة وفقا للإجراءات السالف ذكرها نمر إلى عملية التصويت. وقبل ذلك أعلن أن عدد الحاضرين 265 نائب، عدد الوكالات المودعة هي 63 وكالة وقد يلجأ إليها أثناء عملية التصويت. النصاب القانوني المطلوب مكتمل وفقا لأحكام المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس، ونشرع الآن في عملية التصويت وتبقى تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. أعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بكامله للتصويت. بكامله للتصويت. المصوتون بنعم. أعتقد أن هناك إجماعا كاملا وسأستثني من صوت بغير ذلك. المصوتون بلا. الممتنعون. واحد ممتنعون واحد. طبعا لا نلجأ للوكالات لأنه نلجأ فيها. يعتبر أن المجلس الشعبي الوطني قد صوت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بكامله بإجماع الحاضرين.